عيون عينيه يا بلال حضانيه عيون
أنا الطلبيوان، راني الليلة في الدورة 20 من مهرجان الشواطئ ديال اتصالات المغرب، مدينة الحسيمة بالضبط. فأنا جيت سعيد هذه الليلة بالحضور ديالي للحسيمة كالعادة، فكل سنة الحسيمة تستضيفني أنا مع هذا الجمهور العزيز علينا والغالي. فليلة ليلة ممتعة، وجمهور ذواق جا من كل أنحاء المغرب، فالرقادة دارت حالة والحمد لله الحمد لله. جمهور الحسيمة هذه الليلة كما العادة كما قلت جمهور ذواق، جمهور الحسيمة ما كيرحمش، خصك تعطيه الرقادة وتعطيه الذوق باش ينسجم معك. فأنا متعود مع هذا الجمهور تبارك الله، يعني ما جمهور كيعجبني. أنا جمهور ديال الحسيمة كنعرفو خارج أرض المغرب، هولندا وألمانيا وبلجيكا وداكشي، فهنايا نحس على أنني راني في مدينتي، راني في بلادي، راني وسط عائلة ديالي، راني وسط خوتي وسط صحابي وسط حبابي. فالجمهور تبارك الله عليه، يعني اتصالات المغرب كنشكرها بزاف، يعني لأن اتصالات المغرب راه هي اللي كتفتح الأبواب للفنانة، ماشي غير أنايا، الفنانة المحليين عاوتاني اللي كذلك ديال المغرب كامل. فحفتها الأبواب لكل واحد، وكتكون هي صلة وصل ما بين الفنان والجمهور ديالو، فيكون داك الانسجام وتكون ديك الفرحة. الإنسان في العطلة ديالو يفرح شوية، يقلع داك القنطة، يقلع هذيك. فاتصالات المغرب تبقى دائما اتصالات المغرب، وبالنسبة لي هي الرائدة في هاد الوسائل ديال التليكوم. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنسوش تفعلوا الجرس.